السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. بالنسبة إلى ملاك ساعة هواوي جي تي 2، جتني كثير من الأسئلة حول كيفية تقيس الضغط، كيفية تقيس الإجهاد، كيفية تقيس معدل الأكسجين. بالنسبة إلى معدل نبضات القلب فهي أوتوماتيكية تشتغل عندك، ما عندك أي إشكال بها تقيس الكياها. وكذلك بالنسبة إلى الرياضة والمشي خطاها كلها موجودة، ولكن بالنسبة إلى قياس الأكسجين وقياس الضغط لازم تفعله أو تشغله وتقيسه من الساعة. ويبقى عندك النوم، غني عن تعريف بالنسبة إلى النوم، مجرد أن تلبسها وتنام راح يعطيك إياه بالضبط بالنسبة إلى السليب، وقت السليب يعطيك إياه بالساعات وبالدقائق، جربت أكثر من مرة مضبوط. فذاتي تعرف شلون تقيس الضغط ومعدل تشبع الأكسجين تابعني، ولا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات لتكون على علم بأول بأول. فمثل ما تلاحظون هاي الساعة وهذا الجهاز مربوط بالبلوتوث على الساعة. بالنسبة إلى نبضات القلب مثل ما تلاحظون هنا نبضات القلب شغالة أوكي، السعرات الحرارية والخطوات فكلها موجودة. شو يبقى؟ يبقى تريد شلون تستخرج أو تقيس الضغط وكذلك الأكسجين. ملاحظة مهمة من الأجهزة نانو، إذا تضغط على الأجهزة ما راح تظهر لك نهائيا. مين تظهر لك؟ ترجع النافذة الرئيسية وتروح على الصحة في الأسفل، أكو عندك الرياضة، هاي التمارين الرياضية من شغل التطبيقات، وهنا الصحة. من الصحة راح نروح وين؟ تلاحظ هنا الإجهاد، نضغط على الإجهاد بالأسفل ايش مكتوب؟ قياس الضغط النفسي. فتضغط هنا تكون لابس الساعة وشاد الساعة مضبوط على ايدك، اهم شيء اذا رخاوة ما تعطيك نتيجة مضبوطة. فنقول البدء، راح نجي ننتظر، تلاحظ هنا تغير يقول لك جاري القياس. والتي سيكاتب لك اربط السوار باحكام في معصم يدك، اهم شيء عملية الربط. لاحظ هنا يقول لك مستوى الضغط النفسي الحالي هو 8، يقول لك هنا هسه عندك مستوى الضغط النفسي عالي، فيقول لك هنا مارس رياضه بانتظام واحصل على قدر كافي. يقول هسه عندي ضغط اني صاعد، انا عندي اشكال هسه بالضغط. فهاي بالنسبه الى عمليه قياس الضغط. لاحظ حتى عندي نبضات القلب عندي 93 مرتفع. فتلاحظ هنا يقول لك المتوسط مفروض 73 هنا القياسات، دائما يكون القياس بين 60 و82 كقياس احنا بالساعة نقيس. بعدها نجي الآن إلى تشبع الأكسجين، هذا هو تشبع الأكسجين. إذا تريد نقيس تشبع الأكسجين فمن نفس الساعة نروح على يما الإعدادات أو من هنا تضغط، نصعد هنا نبضات القلب، هنا تشبع الأكسجين. تلاحظ أضغط على تشبع الأكسجين يقول لك انتظر ثبت الساعة. تلاحظ هسه هنا تشبع الاكسجين 99 مضبوط عندي، خاصة اذا احنا كوفيد 19 وغيرها، فتقدر تكشف كشيء مبدئي لان هو اصلا يأثر على الرئة، فبما ان الاكسجين عندك متشبع دمك فما عندك اي اشكال. وكذلك تلاحظ هنا نبضات القلب عندي 99 100 مرتفعة اصلا نبضات القلب. زين هسه كملنا بالنسبة الى الاكسجين لاحظته من الساعة وضغط الدم مين من الاول اجهاد من الموبايل. اذا كان عندك سؤال استفسار اكتب لي اجوبه بالتعليقات، لا تنسى من الاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات.
إذا أردت أسوي مقارنة بين أجهزة طبيعتي بجهاز طبي، جهاز ضغط وأقيس الضغط عندي وكذلك الضغط واستخدام الساعة وأشوف فرق هل هاي نتائج مضبوطة، وكذلك بالنسبة إلى ضربات القلب، تلاحظ هنا ضربات القلب، فأيضا نفس يقيس ضربات القلب بالجهاز الطبي وكذلك باستخدام الساعة، فنسوي مقارنة هل أرقامها مضبوطة باستخدام جهاز طبي في نفس الوقت لو أكو خلل. فإدارة مقارنة بين أجهزة طبية وكذلك استخدام ساعة في إيجاد الضغط نبضات القلب، تبلي أجوبة التعليقات وسوي لكم مقارنة وتجربة عملية لإيجاد النتائج. ويجي خلصنا، لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات يجيك أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.